بسم الله الرحمن الرحيم أرحب ترحيبا شديدا بالمشاهدين الكرام الذين هم معنا اليوم في هذه الحلقة كنا في بداية التسعينات نراجع الاستمارات التي جاءتنا من الشعراء العرب في كل مناطق المنطقة العربية من موريتانيا إلى البحرين اللقب سريع من عام المؤسسة وأنا ولفت نظري شاعر موريتاني صغير السن لم يبلغ عشرين سنة لكن عباراته ومفردات اللغة التي يقولها من كأنها من العصر ما قبل الإسلام كانت قوية وشديدة وجديدة علينا فطلبت من لخب عبد العزيز نحن يجب علينا نتأكد من انه شاعر، ربما تعرف بعض الشعراء يسطون على شعر غيرهم، فظننته احدهم، فاتصلنا بالاستاذ المرحوم ابو القاسم محمد كرو مسؤول مكتبنا في تونس، يتأكد من ان هذا شاعر حقيقي أم مديدة على شعر غيره وأيضا تأكدنا من الكتاب العرب في موريتانيا هل هذا سعر صحيح أو فجتنا من الجميع بأن هذا شاعر جيد وشاعر فحل احنا عادة منذ البداية نروح نوزع معجمنا اللي تشكل من ثمانية مجلدات على الشعراء من يدي لأيديهم كتقدير واحترام لهم لأنهم شاركونا في هذا المعجم عندما جئنا إلى موريتانيا طلبت قبل لا نصل إلى موريتانيا طلبت أن يكون هذا الشاعر من بين الشعراء حتى أتعرف عليه قدم لنفسه وجدت في نباهة عجيبة وذكاء مفرط أعجبني جدا 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 ألقيت أنا كلمة بعد معالي وزير الإعلام الذي كنا تحت رعايته في ذلك الوقت وأثنيت على هذا الشاب ثناء جيد يستحقه عندما نزلت من المنصة ذهب هو الشاعر الى المنصة حتى يتحدث باسم الشعراء الموريتانيين الذين ذكروا في هذا المعجم، وفوجئت جدا وأصبت بخيبة أمل كبرى عندما قال: أنا لا أستجدي الملوك والأباطرة واجي تحت اقدامهم واقبل الارض ليتكرموا علي بشيء فانا رأسا طلعت الى المنصه قلت له الحقيقه إعجابي فيك لا يزال هو هو كما هو ولم ينتقض شيئا لكن اريد ان اعرض عليك هذا السؤال واريد جوابه هل سمعت او قرأت بالتاريخ كله انه أمير أو ملك أو إمبراطور يأتي إلى الشعراء ومن الشعراء يذهبون إليه أنا جئتكم بنفسي ومن أقصى الوطن العربي من الكويت إلى أقصى الوطن المغاربي على الأطلسي لو كنت ملك جبتكم عندي في الكويت بس أنا اللي جاي لك الآن فانتفت صفة الملوكية فيني هل هذا صحيح؟ رفع أيده قال صحيح الشاعر هذا الحقيقة أقلق الحكومة في ذلك الوقت حكومة موريتانيا عنده طلعات في الانترنت غريبة جدا وناقد لاذع ينتقد كل شيء بمن فيهم رئيس الدولة وفهمت من المجموعة أنه وُضع بالسجن وراحت امه تشكو عند الرئيس وقال لها اذان ابنك وما لها الا السجن فترجت قالت ما عندي غيره فارجوك تطلعه استمع الى طلبها ورجائها واطلق سراحه ولم يتوقف سار على نفس الطريق اللي كان ساير عليه واخذ يهاجم يمين ويسار فانا الحقيقه طمأنت نفسي انه ما دام هاجم الرئيس والكبار من الحكومه، انا واحد من هالناس اللي طالني شوي شرر منه. هذا الرجل راح مهاجر الى امريكا، ومن كثر مشاكله طرد من امريكا، واستقبله الرئيس وعفى عنه وقال رجاء يكون طريقك مستقيم وطريق الرجال الافذاذ وانت رجل فذ فرجاء خلك ما شاء له هو الحقيقه كتب لي رساله بعد ما رجع من امريكا يعتذر فيها اعتذار شديد عما بدا منه خلال اجتماعه معاهم عند توزيع المعجم الان لا ادري ما هو مصيره واتمنى اتمنى انه استقام وعلاقاته جيده مع الجميع والحقيقه الشيء اللي اعجبني اكثر انه هذا الرجل وهذا الشاعر الشاب الصغير بالسن يعمل بين السنغال وموريتانيا يحمل حمير كرمكم الله جميعا ويجي فيها بضايع ويبيعها داخل موريتانيا فهذه العبقريه العجيبه إلى أين تصل؟ يعني شوفوا كيف وصلت لكن أتمنى مخلص والحق جدير بالاستقامه وجدير بأن يحبون الناس لأنه فذ وعبقري وأتمنى الاستقامه دائما والعلو والرفعه يعني هذا حرام رجل من الوطن العربي بهذه العبقرية الكبيرة إلا أن يكون كبير وإن شاء الله إلى لقاء قادم بإذن الله وشكرا لكم <applause>